موجز لأهم الأنباء كنقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. حمل الحزب استقلال حكومة بن كيران مسؤولية فضيحة الإسباني دانيال مختص بالأطفال، مؤكد أن المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ووزير عدل ثابتة سواء من جهة الظهير المحدد للجنة العفو أو تبعية المندوبية السامية للسجون. واستغربت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان في اجتماعها الأسبوعي ما اعتبرته صمت الحكومة في مرحلة دقيقة تم فيها استهداف مؤسسة الدولة من خلال توظيف سياسوي لموضوع الإسباني دانيال تقديم معلومات متضاربة ساهمت في تشويش أكثر ما ساعدت على التهدئة. لليوم الثاني على التوالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على سلم ريشتر المفتوح بسواحل الحسيمة. بلغ المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أوضح أنه تم تحديد مركز الهزة اللي وقعت في حدود الساعة 7:05 و25 ثانية من صباح اليوم بعرض سواحل مدينة الحسيمة. شأن القضائي علم لدى مصادر محلية أن مصالح الأمن بصويرة تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة خشب الغابة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم توقيف 3 من أفراد هذه العصابة الأسبوع الماضي في حالة تلبس. في شأن دولي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن امتياحه لتأجيل السودان إغلاق تدفق خط حيوي اقتصادي ينقل النفط جنوب السودان من خلال أراضيها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب السودان سالفا كير ميرعديت أول أمس ارتياحه لقرار حكومة السودان تأجيل موعد نهائي لإغلاق تدفق النفط من جنوب السودان حتى 22 غشت الجاري. بهذا الخبر كنختموا معكم موجزنا، كنشكروا لكم من طيب المتابعة، في أمان الله.